اهلا بيكم، انا سامي من فوزي اكاديمي. احيانا وانت في عملك ممكن رئيسك يدخل عليك فجأة ويطلب منك تجهز برزنتيشن بسرعة، لان في اجتماع دلوقتي على مستوى القاعدة ولازم تجهز هذا البرزنتيشن. ما تقلقش، ما تفزعش، سهلة جدا وممكن في دقيقتين او خمس دقايق تخلص هذا البرزنتيشن. احنا هنروح دلوقتي على برنامج وورد ونبدأ نشوف هنعمل ايه. هنكتب كل الكونتنت اللي احنا عايزينها تكون موجودة في البرزنتيشن من رؤوس المواضيع والتفريعات بتاعتها. فاذا كان ونبدأ نحط ستايلينج للنقاط دي. H1 بتكون already لعنوان السلايدز، H2 بتكون للعناوين الفرعية، H3 تاج، يعني احنا هنعمل هيدنج، كتبنا في الوورد وبنعمل هيدنج لكل، عندنا H1 و H2 لغاية H7، يعني الباوربوينت بيقبل لغاية H7، لكن عشان تعمل برزنتيشن كويس ما تزيدش عن H3، يعني H3 دي البوليت بوينت اللي هي الليفل 2. دلوقتي بنروح نسيف هذا، وممكن نسيف وورد دوكومنت او ريتش تكست، الاثنين هيقبلهم الباور بوينت 13. بنروح بعد كده على الباور بوينت 13، وده طبعا موقع المايكروسوفت اوفيس على النت بيوريك ازاي نعمل الحكاية دي لو انت مش عارف، وانا حط لك اللينك. دلوقتي انا هروح على الباور بوينت، بنفتح الباور بوينت وبندوس على بلانك وبنفتح بلانك ونروح على هوم على نيو سلايد، وتحت خالص هنا بنلاقي سلايد فروم اوتلاين، بنضغط على سلايد فروم اوتلاين وبنختار الملف اللي احنا سيفناه دلوقتي. ادينا هو زي ما انت شايف الاوتلاين، ونعمل انسرت بيظهر لي على طول، واقدر اقول لك مبروك دلوقتي انت خلصت. خلاص دلوقتي دول بنلغي السلايدز الفاضيه دي اللي فوق دي، نتيجه في مسافه كانت موجوده، وادي زي ما انتم شايفين انت خلصت. خلاص ما تقلقش، كلها دقيقتين وبتخلص. زي ما انتم شايفين هنا دوت، انا بوريك ازاي تعمل الانسرت، الاوامر ديت موجوده وسهله وواضحه على النت بتلاقيها. انا هنا عندي ده الاتش 1، ده العنوان، ده واخد اتش دي، اتش 3 اللي هو البوليت ليفل 2، ده الاتش 2 زي ما انتم شايفين اللي واخده ستايل اتش 2، هو ترتب اوتوماتيكلي وعمل السلايد اوتوماتيك، انت مش محتاج حاجه. خلاص فاضل تديله بس ايه، ستايل ثيم. زي ما انتم شايفين بنروح على ديزاين وبنختار منها الثيم اللي احنا عايزينه. حتى في اوبشن لو انا اخترت ثيم معين بيبقى ليه اوبشنات تختار منها، انا اخترت اهو الثيم دوت، ممكن اروح تحت هنا واختار الوان تانية من نفس الثيم، او نضغط على هذا السهم ونختار كلر. عندي باليتا طويلة عريضة، اجرب واشوف انا عايز ايه بالظبط. وكده انت خلصت وما تنزعجش، وكلها خمس دقايق وتخلص وما يحصل لكش فزع ولا حاجة. ده هنا بنوريك موقع على النت بتاع المايكروسوفت اوفيس بيوريك ازاي تختار تعمل ثيم. زي ما انتم شايفين هنا ادي النقاط، وادي النقط اللي منبثقه منها والنقط الفرعيه، وهنا انا بروح بعمل العرض اهو، البرزنتيشن ايثيكال هاكينج فاونديشن فور ايثيكال هاكينج، وهكذا. انت خلصت ومبروك عليك يا معلم.